أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: نعلم ما يحيط الآن بإخواننا في أفغانستان وفي غيرها من بلاد المسلمين كفلسطين وكشمير والشيشان وتكالب الكفار عليهم، فأرجو توضيح حكم الجهاد في هذه البلاد، هل هو فرض عين أم فرض على الكفاية؟ وما يقول: أرجو توضيح الجهاد في هذه البلدان، هل هو فرض عين أم فرض على الكفاية؟ وما هي أنواع الجهاد التي يمكن عملها إذا عجز المسلم عن المشاركة بنفسه؟ نحن قلنا في درس سبق إن الجهاد لا يكون إلا براية، تحت راية وتحت قيادة وإمارة، أما من دون إمارة ومن دون قيادة فإنه لا يقوم علم الجهاد. لكن الإنسان إذا ابتلي يدافع عن نفسه، إذا ابتلي يدافع عن نفسه، فاللي في تلك البلاد ويهجم عليه اليهود ويدافع عن نفسه، ويتعاونون فيما بينهم يدافعون عدوهم واليهود من باب الدفاع. أما الجهاد فإنه لا يكون إلا مع راية مسلمة ومع تحت إمارة تقودها وتنظمها. نعم. وعلى المسلم، على كل حال المسلم يدعو للمسلمين، يدعو للمسلمين في أي مكان، يجتهد في الدعاء للمسلمين بالنصر والتأييد، ويدعو على الكفار بالهلاك وبالدمار، يدعو يكثر من الدعاء، ويساعد المحتاجين أيضا من الأسر المحتاجة والفقراء، يتبرع لهم لأنهم يحتاجون إلى المساعدة، فيدفع ويعينهم بالدعاء ويعينهم بالمال الذي يسد عوزهم وفقرهم وحاجتهم.